الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية المنافسة بين بطلين ومع العملاقين ماجد وياسين. مستعدان؟ الآن نبدأ بدرس الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق. الرسول ياسين لام شمسية أم قمرية؟ أحسنت. ما جمع الرسول يا ماجد؟ السلام. ما جمع كلمة الرسول؟ جمعها رسول ورسول ورسول. هل تعرف يا ياسين جمع الرسول؟ قل. الرسل. أحسن. اجلسا. تعال. لا، ما ينفع أجمع كلمة بكلمة تانية يا سعيد. تعال يا سعيد. تعال يا عبد الرحمن. أسرع. الآن جمع الرسول الرسل. خلاص اتفقنا عليه. عبد الرحمن البطلين. عبد الرحمن وسعيد جاهزان؟ نعم. عبد الرحمن انظر إلي، انظر إلي عبد الرحمن، جاهزان؟ طيب. الأولاد سعيد مفردها ولد، لازم تأتي بالألف واللام، تقول الولد. طيب جمع الكرة يا عبد الرحمن. كرتان. لا، هذا مثنى. ما جمع الكرة؟ كرة. كرة. هذه واحدة أريد جمعها. عندي كرة لا تتحدث. كور. ها؟ كور أو كرات. ماشي. طيب أثناء يا سعيد، ما نوع المد بها؟ ألف. خالد، ما نوع المد بها؟ ألف. ألف. اجلسا ممتازين. عبد الملك وراشد هما لم يشاركا بعد يا أمير. الآن مع البطلين، كما نرى عبد الملك متحمسا ونرى راشد متحمسا. عبد الملك جاهز؟ طيب كلمة خاف يا عبد الملك، ما نوع المد بها؟ مد ألف. الأولاد راشد، الأولاد ما نوع المد بها؟ ممتاز. راشد هربوا. عبد الملك ما نوع المد بها؟ واو. طيب خالدا ما نوع التنوين بها؟ فتح. أحسنتما، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.